أعزائي المشاهدين، أرحب بكم مجدداً في برنامج المجلة اليهودية. من الأسئلة التي قد تطرح بذهن المشاهد أن نحن اليوم لدينا اليهودية، ولكن كيف صارت لدينا اليهودية الحالية؟ بمعنى هل اليهودية الحالية كانت حصيلة تطور؟ هل كانت اليهودية حصيلة تطور أم أنها نفسها هي اليهودية منذ 3000 سنة؟ أمر اليهودي 3000 سنة، ولكن ربما من الأشياء المغيبة في ثقافتنا أن لا نعرف أنها مرت بمراحل. قبل 2000 سنة هي مختلفة عن 1000 سنة عن اليوم. أحد أبرز المراحل في اليهودية ما يسمى ما قبل عصر دمار الهيكل هو عصر الثنائيين. اليهودية الحالية هي حاصلة التطور. المرحلة الأولى تسمى عصر الثنائيين. اليوم سوف نتكلم عن هذه المرحلة، عصر الثنائيين. تقريبا حوالي 200 هالفترة اللي رح نتناقش عنها في حلقة اليوم بعنوان الثنائيين، سنة تقريبا 200 قبل الميلاد إلى حوالي سنة 10، وأحيانا بيقول البعض إلى سنة 30 ميلادي. كانت اليهودية في مرحلة معروفة بمرحلة الثنائيين. ماذا يقصد بمرحلة الثنائيين؟ من هم الثنائيون؟ الثنائيون هم مرحلة قالوا عنها المصادر اليهودية بأن كانوا شخصين أو زوج من ثنائي زوج، وبالعبرية زكوت أو مفرد زوج، يعني قريبة من العربية زوج. الزوج هما شخصان كانا يتسلمان القيادة الروحية لليهود في ذلك العصر. كان من المهم آنذاك شخص عنده مسؤولية الحفاظ على التقاليد الشفوية، فكان كل ثنائي أو كل زوج أو كل ثنائي كان يتألف من شخصين. الشخص الأول كان يسمى الرئيس أو الناسي، مثلا على سبيل المثال ناسي يهوذا. فالناسي هو تعني الرئيس، وهي حرفيا كلمة الأمير. والشخص الثاني في هذا الثنائي كان يسمى نائب الرئيس، أب بيت الدين، بمعنى أب بيت الدين. إذن في تلك الفترة تقريبا 200 قبل الميلاد إلى حوالي 20 أو 10 أو 30 حسب التقسيمات بين الباحثين، كانت تدار اليهودية بمجموعة من الحكماء تحت قيادة الثنائي. كل مرحلة كان لدينا الثنائي. في هذه الفترة لدينا ثنائيين شهيران هما شماي وهلال، وهما آخر ثنائي. كل شخص مطلع جزئيا على التاريخ اليهودي أكيد مر لسمعه اسم هلال، لأنه أحد أشهر الأسماء آنذاك وبقي تأثير إلى اليوم. هلال وشماي، المرحلة اللي نحن عم نحكي فيها حاليا، قلنا أن اليهودية اللي نحن بين إيدينا اليوم، اليهودية الحالية، لم تأتي فجأة بهذا الشكل، مرت بتطور بطيء واختلافات. بمعنى يوجد تاريخ، يوجد زيادة في التعليم، يوجد كتابات جديدة، توجد شروحات جديدة، توجد طوائف جديدة. فأول مرحلة من مراحل اليهودية اللي نحن وصلتنا اليوم كانت تسمى مرحلة الثنائيين. هاي المرحلة كانت صعبة جدا، كان في اضطراب سياسي كبير. صعدت آنذاك الأسرة الحشمونية وكان دخلت في حرب. أيضا موضوع الإمبراطورية الرومانية كانت في أوج توسعها، وتمكن الرومان من فتح أورشليم في عصر بومبيوس الكبير. وتم طبعا فيما بعد تدمير الأسرة الحشمونية وكان لها نتائج سيئة. طيب، إذا قلنا أن هذا عصر مليء بالاضطراب السياسي الكبير والفوضى، ومع ذلك هذا الاضطراب السياسي لم يمنع الحكماء أو القادة الروحيين لليهود من الحفاظ على التقاليد الشفوية،
ومن مواصلة دراسة التوراة. فتقول التقاليد اليهودية لا تحكينا أهمية هذا العصر أو أهمية شخصية هذا العصر وهو شخصية هلال على سبيل المثال، أني من عصر موسى إلى عصر الجمعية الكبرى تقصد في ما قبل العصر 200 قبل الميلاد كانت التوراة محفوظة وتتطور، ولكن مع عصر الثنائيين بدأت الأمور صار أفضل. لماذا؟ لأنه صار في تطور أكثر في أمور كانت اللي كان التعليم صار علني أكثر. وأهم قلنا شخصيتين في هذه الفترة كان هلال وشماي. طب لماذا كان هلال وشماي أهم شخصين في هذا العصر؟ أهم ليس فقط لأنهما كانا آخر ثنائي، ولكن لأن تأثيرهم استمر على الفكر اليهودي وفكر الشريعة اليهودية. يعني نحن إلى اليوم يتم دراسة أفكار هلال وشماي في المدارس الدينية اليهودية، لأنه الحوار اللي قام به هلال وشماي هو اللي تساعد على تطوير الشريعة اليهودية. رح نتحدث عن هلال. من هو هلال؟ هلال تقريبا ولد حوالي 70 قبل الميلاد ومات حوالي 10 ميلادي في أورشليم. هو ولد في بابل. أهمية هلال تقول عنه التقاليد اليهودية أو التلمود بأنه لو كان عزرا هو النبي أو شخصية تعفن اللي رجع لبناء الهيكل، لو كان عزرا موسى لكان هلال عزرا. إذن لا يقولوا أني شخصيته جدا هامة. طيب لماذا؟ أني لو كان عزرا هو موسى معناته هلال رح يكون عزرا. بمعنى لماذا؟ لأنه قالوا أني في الماضي التوراة نسي في أرض إسرائيل، فإجا عزرا من بابل وأسسوا وأقاموا من جديد، أعاد بعثوا من جديد. ومرت السنين ومرة تانية نسي التوراة بسبب الاضطهاد وبسبب الاضطراب السياسي، فأتى هلال وهو أيضا من بابل وأعاد النهوض به مجددا. معلومات عن هلال. هلال من أحد أهم الشخصيات، واليوم يمكن أي طفل في المدرسة الدينية بيحدثك الكثير عن هلال. هو تقول الأخبار والتقاليد أني ولد في بابل من أسرة علماء. يقول أني كان سليل من طرف أمه للملك داود، وهاجر خصيصا لأرض إسرائيل لدراسة التوراة. درس التوراة على يد شمايا وأفتلون آخر ثنائي في الحوالي، كان العمر من العمر 40 سنة. قالوا أني لا يأكدون أهمية دراسته، أني درس حوالي 40 سنة هلال، وكان فقير لأنه أتى إلى أرض إسرائيل بدون طبعا ما يكون عنده ما ينفق على نفسه، فكان فقير. فتقول أني التقاليد أني كان يعمل حطاب حتى يتمكن من الدراسة، لأنه كان بالمناسبة الدراسة لم تكن مجانية. بمعنى الشخص اللي كان يذهب لحضور المحاضرة هو لا يدخل مجانا، يعني كما نعتقد، لا، هذا أمر كان يدفع، كان يوجد رسوم لحضور الدراسات. فكان هلال يشتغل صباحا حتى يكون عنده قدرة لا يعيش ويدفع رسوم المحاضرات اللي يستمع لها. ذات مرة ما كان عنده قدرة يدفع لا يدخل المحاضرة، وكان محاضرة لشماية وأفتلون، قلنا أن هدول الثنائي الرابع. فصعد، القصة الشهيرة، صعد إلى المبنى حتى يسمع، يسترق السمع، وكاد يتجمد من البرد، وتم اكتشاف أمره كان يوم شتوي. فبعد ما اكتشف أمره أن هذا الشخص تسلق إلى سطح المبنى ليسترق السمع، اتخذوا قرار بأنه هو يعفى، هو الوحيد الذي يعفى من دفع الرسوم. طبعا حدث اضطراب، مات الثنائي الرابع، وصار في اضطراب شديد في القيادة الروحية والدينية لليهود آنذاك. وهذا الاضطراب ما سمح باستقرار طبيعي للقيادة، من هو الذي سوف يستمر في قيادة اليهود الروحية. وكأن الظروف كانت مواتية بسبب غياب الأشخاص المؤهلين، بسبب رفضهم لتسلم المسؤوليات أو الاعتذار لأسباب مختلفة، فتقدم وفرت الظروف الأرضية لأن يتم ترشيح هلال وشماي ليكون رئيس الرئيس أو الناسي، والتاني يكون نائب الرئيس.
وفعلا كان عندهم اختلاف عقائدية كثيرة هذا الطرفين. الطريف الموضوع أن رغم أن كانوا يعملان في مكان واحد ولكن كانوا هم على خلاف. لماذا هم كانوا على خلاف؟ لأنه ورثوا خلافات عقائدية من قبل واستمر في الخلافات. أشهر خلافات بين الطرفين معروف أن اليوم وربما الشهير جدا الموقف من الشخص الذي يريد أن يعتنق اليهودية. كان هلال متسامح، كان يقبل التسامح، بينما كان شماي يرفض هذا الأمر، كان عنده متمسك بالشروط. شماي طيب، من هو شماي؟ شماي هو الشخصية الأخرى اللي كانت موازية لهلال، وكان له كثير أهميته إلى اليوم في دراسة الأدب، الأدب الحبري والمشناة. ولكن بيقدمونا أنه هو شخص مختلف. أول شيء شخص صارم، كان بيكره الحماقة البشرية، كان شخص يرفض الحماقة البشرية، وكان محافظ بطبيعته. بعد ذلك صار شماي قلنا أنه أصبح وصار نائب الرئيس، ومرت طبعا سنوات وهو نائب الرئيس. وفيما بعد رغم أنه كان اختلافهم الشديد، واختلافهم الشديد بالمناسبة صار فرصة لنتعرف على النقاشات العقائدية والتشريعية اللي موجودة داخل التلمود. نحن اليوم لما بنقرأ التلمود بنلاحظ أحيانا لما تأتي شخصية هلال أو بيت هلال أو مدرسة هلال بنلاحظ دائما شماي وبيت شماي لماذا؟ لأنه صار عندنا فرصة أن نسمع وجهات نظر عقائدية مختلفة بين الطرفين. بعد وفاة يعني هذان الشخصين شماي وهلال ظهرت مدرستين تعكسان آراء المعلمين. صار عندنا مدرسة لاحقة اسمها مدرسة هلال ومدرسة شماي. وبالمناسبة يعني هاتان المدرستين وفرتا الأرضية للتطور اليهودي حتى تأخذ الشكل النهائي اللي نحن بنعرفه عنه اليوم. اليهودية إذن تطورت بصراعات فكرية داخلية شديدة، وصلت في أوجه في هذا العصر اللي حكينا عنه عصر الثنائيين بين هلال وشماي، واللي تحولت إلى مدرستين بين الطرفين. نقطة أخيرة قبل ما ننهي في حلقتنا، تقول المصادر أن كان شماي مؤمن بأن على كل يهودي حق أن يدرس التوراة ومنفتح على أن اليهودية تعلموا التوراة. شماي كان صارم جدا، كان مقتنع أن من يجب أن يأتي إلى مدرستي ليتعلم يجب أن يتحلى بالشروط التالية: أن يكون لامع الذكاء، شخص ذكي، أن يكون شخص تقي، أن يكون شخص قادر على أن ينفق على نفسه، شخص ميسور الحال وليس فقيرا. كان يعتقد بأن التعليم يحتاج إلى تضحية وذكاء، وأن مو أي شخص هو قادر على التعليم. لهذا السبب أصبحت مدرسة هلال أكثر انتشارا وهي الأقوى، وهي أثرت أكثر فيما بعد في تطور اليهودية. ومدرسة شماي رغم اعتراف الناس بأن تلاميذ هم الأفضل والأكثر معرفة والأكثر إخلاصا، ولكن هذه المدرسة لم يعد لها أي تأثير لاحقا. إذن حلقة اليوم انتهت على أن نحن تعرفنا على المرحلة الأولى من مراحل اليهودية الحالية، وهي مرحلة الثنائيين اللي على ضوء تشكلت نواة اليهودية الحالية. هذه المرحلة كانت حاسمة مليئة بالفوضى، ولكن حادثت نقاشات تشريعية حادة من خلالها تم وجود مدرستين لاحقا. نحن ما زلنا إلى اليوم نشاهد تأثيرها في التشريعات اليهودية. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، ونلقاكم في الحلقة القادمة برعاية الله.